السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في لقاء متجدد من قناتكم قناة مثنى عبيدة على اليوتيوب. شاكرا كل أخوتي وأخواتي الذين انضموا إلينا ومعنا في هذه القناة. اليوم حديثنا في هذه الجمعة المباركة من هذا الشهر الكريم، شهر شوال، شهر الخامس آيار، عن فلسطين وعش العصافير. في هذه الأسبوع الماضي أو العشرة أيام الماضية حقيقة تعرفون كل الأخبار الذي حدث في فلسطين وما يحدث هناك وتداعيات الموقف على الصعيد الإنساني والصعيد الاجتماعي والصعيد الصحي وكل الأصعدة التي يعني خلفت ما خلفت. الحقيقة ذكرني هذا العش الذي ترونه خلفي لطائر أمريكي هنا موجود في هذه البلاد، طائر لطيف جدا ورائع جدا، وفيه هنا الآن في ثلاث يعني أفراخ أو بيضات تحنو عليهم أمهم وتأتي إليهم، وسبحان الله لا تفارقهم إلا حينما تسمع صوتا فتذهب إلى هذه الشجرة التي يعني موجودة في الحديقة وتبقى تراقب من يذهب ويعود. ذكرني هذا العش بفلسطين وبالوطن. الوطن عزيز على كل إنسان، فما بالك بفلسطين الحبيبة، فلسطين الغالية التي يعني نكب أهلها منذ 73 عاما. الحقيقة التي قد لا يعرفها الكثيرين أن الشعب الفلسطيني هو الشعب الوحيد الذي يرزخ تحت الاحتلال حتى هذه اللحظة. الأحداث المتصاعدة في فلسطين والخسائر البشرية التي تكبدتها يعني غزة وتكبدها الفلسطينيون، قرابة 240 شهيد، قرابة 1700 جريح، من ضمن الشهداء أطفال تقريبا 70 طفل إلى 40 امرأة إلى 17 مسن إلى أعداد كبيرة من المدنيين وتهديم المباني وغيرها. وفي المقابل أيضا تأثرت وتضررت المستوطنات والمناطق والبلدات التي هي في فلسطين العربية منذ عام 48. الأحداث المتسارعة والقصف والظلم والعنت واقتحام المسجد الأقصى، يعني الحقيقة قدموا خدمة جليلة وكبيرة للأمة العربية والإسلامية، والله العظيم. يعني إخواني، من كان يتصور أن أطفالنا الذين نشأوا في الغرب أو الأطفال الموجودين في الشرق وبعد يعني سيطرة وسائل الاتصال الاجتماعي والألعاب والكمبيوترات على عقولهم، من يتصور أنهم يغنون أنا دمي فلسطيني وعلي الكوفية وعلي وغيرها من أناشيد وأمور تبعث على الهمة. وإضافة إلى ذلك إخواني، بدأ الطفل يسأل عن لماذا تحدث هذه الأحداث، ما هي المبررات، موقف المسجد الأقصى، ما هو المسجد الأقصى، ما هي يعني، حتى من كان لم يشرح له والديه هذا الأمر أصبح يسأل يسأل يسأل. هذه واحدة من فوائد وسائل الاتصال الاجتماعي إخواني، التي يعني إذا عددنا مساوئ لا يجب علينا أن نعدد المنافع والفوائد. أطفالنا الآن أصبحوا يشاهدون، هم يشاهدون دون أن نشرح لهم، دون أن نخبرهم عن تعال شاهد نشرة الأخبار أو شيء من القبيل. لذلك أخوتي الكرام، يعني وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، يعني الله سبحانه وتعالى له حكمة عظيمة في تداعيات الأمر الذي شهدناه خلال نهايات شهر رمضان ولحد هذا اليوم الجمعة الذي شهد اتفاقية الهدنة بين الطرفين. يعني حقيقة الفوائد كثيرة. تصوروا 25 نائب في الكونغرس الأمريكي يقدمون وثيقة للإدارة الأمريكية يعترضون فيها على تسليح الكيان الصهيوني وإسرائيل، وأنها تستخدم هذه الأسلحة دون يعني ظلم وعدوان، وإضافة لذلك أننا إذا كنا أمريكا راعية الديمقراطية فكيف أن نعطي هذه الأسلحة لكي تضرب بها المدنيين. هذه واحدة. اثنين، تصوروا البارحة والله أطلع على الأخبار، موظفين يهود لكنهم يعني ذو قلوب رحيمة أو ذو بصيرة لما تحدث،
قدموا لجوجل، هم موظفين في شركة جوجل، قدموا لجوجل انه انتم غير متوازنين وغير منصفين في عرض الاخبار والمحتوى، وانكم تحجبون المحتوى الفلسطيني اسوة طبعا بالفيسبوك وتويتر وغيرها. اذا اخواني نعول دوما على ان من ضمن هذه الازمات ومن رحم هذه الازمات ومعاناتها يخرج باذن الله تعالى ضوء كبير. الان ترى التلاحم العربي، ترى التلاحم الإسلامي، الدول العربية منذ 2003 يا أخوان تفرقت وتشرذمت، وأصبح كل يغني على ليلاه، كل يقول همي ونفسي، العراقي الليبي المصري السوري اليمني، لكثرة النكبات التي مرت على الأمة في هذه الفترة. والغرض من ذلك طبعا هو تثبيط عزائمها وكبت الحرية وكبت عوامل الديمقراطية وكبت حرية الشعوب وصوتها الهادر. لكن لله الحمد والمنة أحداث فلسطين أعادت، وأنا دائما أقول فلسطين هي بوصلة، بوصلة الأمة أخواني. فلسطين يعني كلما توقعنا أن يعني كثير توقعوا وقالوا يا أخي إحنا فلسطين إيش علينا، ونحن يعني شو ذنبنا ونتحمل وكذا، وأنه دع الفلسطينيين للفلسطينيين يحكموا أنفسهم ودع نحتار بهمومنا. لكن تبقى قضية القدس أخواني قضية عقائدية، قضية في دينك، لا تستطيع أن تنفي ذلك. ماذا تقول لابنك عن سورة الإسراء حدثت في المسجد الأقصى؟ وكذلك أخواني حتى أخوتنا المسيحيين العرب الذين كانت لهم مواقف مشرفة، وأهل فلسطين بالتحديد المسيحيون في فلسطين، تعرفون كنيسة القيامة، وتعرفون هناك أنه مهد السيد المسيح، وكل هذه وإصرار الفلسطينيين المسيحيين حقيقة على النضال من أجل أرضهم ومن أجل بلدهم فلسطين. فلسطين تستطيع أن تضم الجميع أسوة بكل مدن العالم، كل دول العالم الآن هي خليط من كل القوميات والأديان والأجناس، لكن على أسس العدل والحرية والمساواة وعدم الظلم. لا يليق أنه الشعب الفلسطيني يكون خلف جدار عنصري وبالمناسبة الجدار العنصري والفصل العنصري مردودها على الدولة التي قامت بها على إسرائيل لسبب جدا مهم، لأنه جنوب أفريقيا حينما عانت من العنصرية لطوال وفصل عنصري وكذا وكذا، إلى أن آلت الأمور بنضال الشعب في جنوب أفريقيا إلى السيد نيلسون مانديلا والشعب الأفريقي الكريم في جنوب أفريقيا. إذن التاريخ لن يرحم أخواني، وعدالة الله سبحانه وتعالى موجودة. ومن كل هذه المناظر التي شاهدناها والقصف وكذا وكذا أخواني، هناك بصيص أمل. الأمة الآن الحمد لله في حالة من الفوران والعطاء والتضامن والسعي، وبإذن الله تعالى يعني والله حينما تسمع أن الكويتيين جزاهم الله خير الجزاء، أخوتنا في الشعب الكويتي الكريم بساعات جمعوا 36 مليون دولار، حينما تسمع القوافل الطبية من مصر ومن الدول العربية والكل يهب لكي يساعد أهل فلسطين، هذه أخواني يعني هذه الحسابات التي لا يستطيع أن يتحكم بها من بدأ العدوان أو من اعتدى، أو لأنه أنت لا تعرف. يعني أحيانا تستشعر الأمة بوجودها أيام الخطر وأيام الخطر الداهم. لذلك أنا حقيقة في هذه العجالة ذكرني هذا العش الذي لا أريد أن أخذ يعني كثيرا من وقت الأم حتى تعود إلى عشها وأطفالها، ولكن أقول إن فلسطين باقية في القلب والوجدان والعقيدة، لا يستطيع أي كان أن يمحوها مهما تكالبت عليه الأعداء، مهما حشد الإعلام الفاسد والإعلام الرديء. وهذه من فوائد هذه الأحداث، أن حتى الإعلام أصبح المواطن يتابع الإعلام الحر، الإعلام الذي يوصل له المعلومة. أخواني هذه فرصة لكي نترفع عن الإعلام الهابط ومتابعة النجوم الذين يسمون نجوم هابطين. هناك قدوات حية في هذا المجتمع، لذلك حفظ الله فلسطين، حفظ الله فلسطين وأهلها الكرام، وحفظ الله
العرب والمسلمين في كل مكان، وحفظ الله كل القوميات والأجناس والبلدان التي تؤمن بأن كرامة الإنسان وحياة الإنسان هي من القدسية التي لا يجوز أن نعتدي عليها. لذلك فلسطين بإذن الله تعالى ستبقى رايتها مرفوعة، سيبقى حبها في قلوبنا. وأبشركم إننا في الغرب هناك مظاهرات كثيرة خرجت، هناك مسيرات، هناك وثائق وعرائض قدمت إلى السلطات لكي تبين حقيقة الموقف تجاه فلسطين. لذلك الخير عميم رغم كل المأساة، ورحم الله من يعني فقدوا، ورحم الله من قتلوا في هذه الأحداث والمعارك، وحفظ الله وشاف الله تعالى الجرحى والمصابين. والإعمار سيعود، الأمة فيها خير كثير وعطائها كثير، ولو فتحت الحدود لكانت الآن الإعمار في كل مكان، إعمار النفوسي وإعمار القلوبي وإعمار البناء. المهم الناس سالمة، والحمد لله والشكر إن الله تبارك وتعالى من على أخوتنا بالسلامة، وأهل فلسطين الكرام حفظهم الله ورعاهم، وحفظ الله الأمة جميعا، وبارك الله في كل حر شريف يرفع صوته ضد الظلم أي كان الظلم. أخواني الظلم ظلمات، سواء على الصعيد الشخصي سواء على الصعيد العام. لذلك لا تسكت أخي الحبيب، اترك بصمة ولو ببوست ولو بكلمة ولو بدعاء في ظهر الغيب. لا تنسوا أخوتكم في كل أقطار، لا تنسوا المعتقلين، لا تنسوا المظلومين، لا تنسوا كل من هجر وظلم، لا تنسوهم، وعيدوا حساباتكم. والله فرصة، كل حدث بي فرصة وبي نجاة وبي رسائل. أتمنى أن تصل للجميع، حفظ الله الجميع، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راجيا أن لا تنسوا الاشتراك في القناة، قناة أخوكم مثنى عبيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.